طيب بالنسبه لحضرتك انا دلوقتي خلاص بعد يعني يا رب اي حد يكتشفه في مرحله ما قبل التشخيص، انا اكتشفت انه موجود كده، طريقه التعامل المفروض تبقى ازاي او انا هدخل اتعامل ازاي؟ حضرتك قصدك اكتشفنا ان في ورم خبيث في السرطان. دي حاجه مهمه جدا. اولا بنتكلم على مرحله مرحله بقى. بالظبط. معلش انا اسف. بالظبط. اهم حاجه ان الناس لازم تقتنع تماما ان دي مش حكم بالاعدام. يعني احنا ما نعرفش كلمه مش هنقدر نعمل حاجه مهما كانت مرحله المرض. اوكي؟ طبعا احنا بنحاول وبنشجع الناس انها تكتشف المرض بدري. لو في اي اعراض في البطن، وانا هلخصها بسرعه لانها مهمه جدا، انتفاخ بيروح ويجي، الم مش معروف سببه بس مش في اي مكان في البطن بس في اسفل البطن، واختلاف في العادات دخول الحمام سواء كانت اسهال او امساك او ظهور دم في البراز. اختلاف عادات دخول الحمام، يعني انا بدخل الحمام كل يوم بقيت ادخل كل يومين قصدي حضرتك مثلا، او بقى اكتر او اكتر. يعني ممكن الواحد يخش بدل كل يوم مره كل اسبوع، او يخش في اليوم اكتر من مره على غير العاده. والاعراض دي تستمر شهر الواحد ما يسكتش مهما كان، حتى لو كان قولون عصبي وماله، بس ما نشخصوش بالكلام، نشخصه بالفحص. والفحص ده هيخلينا نمنع تكوين اي سرطان او علاجه في المرحله الاولى، لان العلاج في المرحله الاولى بيضمن الشفاء باذن الله بنسبه 98%، وما بيستلزمش اي حاجه غير عمليه جراحيه الواحد بيفوق منها بعد اسبوع، وبعد كده متابعه لمده 5 سنين. في حاجه مهمه جدا هنتكلم عليها، على جزء من القولون الناحيه الشمال اسفل القولون اللي هو المستقيم، طوله 15 سنتي خليها 20 سنتي من فتحة الشرج، دي سهل الوصول لها جدا. 70% من أورام القولون بتحصل في المكان ده، فالوصول لها سهل، إنما علاجها محتاج تركيز شديد جدا. بمعنى أو أكتر حاجة بتخوف الناس لما في زياراتي لمصر شفتها باستمرار، إن المكان ده في سرطان معناه ان انا هنتهي بفتحه جانبيه هعيش بيها طول عمري والناس ما بتتقبلهاش لاسباب كتيره جدا. مش دي الحقيقه دلوقتي. الطب تطور جدا والجراحه تطورت جدا لدرجه ان احنا في عمليات كتير بنعملها من فتحه الشرج ما بنمسكش البطن خالص. وعمليات تحت تخدير، انما عايزه مهاره خاصه وعايزه تدريب خاص وعايزه خبره خاصه. و على سبيل المثال في تجربتي انا على مده 30 سنه، من 30 سنه كان 20% من المرضى بيضطر نعمل لهم فتحه جانبيه، دلوقتي اقل من 1 في الـ1000، من 20% ل1 في الـ1000. فالتطور كبير جدا، مش لازم نعمل الفتحه دي. نمره 2، الخوف الثاني انا هاخد علاج كيماوي هيقع شعري زي حالاتي كده وحياتي كلها هتبوظ، ده برضه مش ضروري، مش لازم ابدا. العلاج الاشعاعي كويس وتطور جدا بحيث انه ما بيعملش تاثير على الجسم خالص، وممكن يكون مفيد في حالات السرطان في المنطقه دي. لما اهم حاجه عايز اركز عليها ان الجراحه الحديثه والالات المتاحه لينا والخبره المتاحه لينا والمهاره المكتسبه عن طريق التدريب في مراكز متخصصه بتسمح لنا ان احنا نحافظ على الجهاز الهضمي زي ما هو، وبدل الفتحة الدائمة في الجنب بتبقى في فتحة مؤقتة بتقعد 2 لـ3 شهور في جنب اليمين مثلا، وبنقفلها بعد كده بعملية صغيرة والحياة بترجع طبيعية تاني. فدي حاجة مهمة جدا. وفي بعض الحالات بس للأسف ما بتزيدش عن 10% من الحالات بنبقى حظنا كويس، ان احنا ممكن نشيل الورم كله من غير جراحة خالص في البطن، الجراحة من تحت والمرض بيروح في نفس اليوم. في أجهزة مخصوص جديدة الناس كلها سمعت عن جراحة مناظير البطن. احنا بنحط فتحات صغيرة في البطن هنا وبندخل فيها آلات معقدة بس مفيدة جدا، فيها كاميرا وبنشوف كل حاجة في البطن، ودي الطريقة اللي بعمل بيها كل عمليات القولون على فكرة. آلات مشابهة تم استحداثها في العلم كله، مش على فكرة مش من بدري، يعني بقالها 20 سنة، انما احنا بقالنا حوالي 10 سنين او 6 سنين بقت هي
هي الاساس في الارتفاع. من فتح الشرج، منظار من فتح الشرج، بس منظار جراحي مش المنظار العادي، يعني مش، مع احترامي طبعا لاطباء الجهاز الهضمي، الخبره دي مش عندهم خالص، انما لازم جراح يكون متوفر. الجهاز ده مش متوفر بكثره، انما سهل الحصول عليه، وعن طريقه وعن طريق المنظار بنشوف الورم ونستأصله كله من فتح الشرج، بس لازم يكون في شروط معينه، وما بقاش في عمليه خالص، ما فيش عمليه في البطن خالص، يوم واحد في المستشفى والمريض يروح. طيب بالنسبه لل او التصنيف او الدرجات بتاعت اورام القولون، حضرتك بتتصنف ازاي، او بتتعامل مع كل درجه مختلفه عن الثانيه ازاي، او مين المريض اللي بتقول له لا ما تعملش العمليه ده احسن لك؟ ممتاز. خلينا نركز على اخر جزء ده لان دي حاجه مهمه. عشان نحدد درجه المرض بيعتمد على ثلاث حاجات. لو احنا افترضنا ان جدار المستقيم زي كده والورم هنا، لو الورم فضل جوه وما طلعش، ما دخلش جوه الجدار، يبقى المرحله الاولى. لو دخل جوه الجدار بس، يبقى المرحله الثانيه. لو دخل بره الجدار، طلع في الانسجه المحيطه، يبقى المرحله الثالثه. لو انتشر في اماكن ثانيه، يبقى المرحله الرابعه. الاماكن الثانيه هي فين بالنسبه للمستقيم والقولون؟ عاده في الكبد وفي الرئه. ازاي نعرف ده؟ لازم كل مريض اتشخص ان عنده ورم خبيث في المستقيم او في القولون عموما، لازم يتعمل له اشعه مقطعيه من الصدر للحوض، دي نمره واحد. ولازم يتعمل له اشعه رنين مغناطيسي على الحوض فقط، ولازم تكون دقيقه جدا عشان نشوف درجه اختراق المرض للعضلات، عضلات المستقيم. لو في اختراق من الدرجه الثالثه، لازم المريض ياخد جرعه اشعاع الاول وبعدين يعمل العمليه، لازم يعمل العمليه بعدها. العلاج الاشعاعي للتحضير فقط علشان نضمن المرض ما يرجعش تاني بعد استئصاله. في ناس كتير 25% الاورام بتقل خالص، لدرجه ان احنا نقول ممكن نعملها بالفتح من الشرج من غير جراحه. ومن الاول خالص عند التشخيص، لو احنا حظنا كويس، ولو الناس، مش المرضى، الناس سمعوا نصيحتنا وعملوا كشف بدري واكتشفنا المرض بدري في المرحله الاولى، ممكن يتشال من غير جراحه. فايه المفتاح؟ اختبار بسيط بعد سن الأربعين، اللي هو الدم المخفي في البراز. بالظبط. دكتور ماجد، المريض اللي بعد ما بيعمل العمليه، هل بيقدر يرجع يمارس حياته الطبيعيه تاني، او ايه الاختلاف اللي ممكن بيطرق عليه؟ ممتاز، سؤال ممتاز حقيقه، والاجابه من شقين، حياته الطبيعيه مباشره بعد العمليه، وحياته الطبيعيه بعد كده. في حاجات كتير جدا احنا بنطبقها دلوقتي في الغرب، وانا ليا الفخر ان انا رئيس جمعيه من الجمعيات اللي اسمها الاستشفاء السريع بعد الجراحه. على سبيل المثال، احنا بطلنا نخلي المريض يصوم 48 ساعه قبل العمليه كلها 3 ساعات. ليه؟ لان احنا اكتشفنا الصيام، لان الصيام ده ملوش اي فايده خالص، بالعكس بيزود عرضه المريض للمضاعفات بعد العمليه. الصيام؟ الصيام. طب ازاي؟ لانه بيعمل حاجه مهمه جدا. التحضير دوت احنا كنا اتعلمناه في الكليه، تحضير المريض لجراحات الجهاز الهضمي. للاسف احنا اكتشفنا، وانا يعني الواحد يدين بالفضل لاساتذته، استاذي اسمه هنري كيلت في نيدرلاند في هولندا، سنة 84 أو هو أول مرة أتكلم عن الموضوع ده، وإحنا ما اعتنقناهوش إلا في الألفينات، إن الصيام ده بيسبب ارتفاع نسبة الإنسولين في الدم. صح. لما طلع الإنسولين في الدم، ده سبب كل المصايب اللي بتحصل بعد العمليات، من ضمنها حتى التلوث البكتيري ونقصان الدم والقيء بعد العملية، اللي الناس بتقول أنا برجع البنج. الحقيقة أنت ما بترجعش البنج، أنت عندك مشكلة بسبب الصيام قبل العملية. والقعاد في السرير وعدم القدرة على الحركة والكلام ده كله بسبب حاجة واحدة بس، ارتفاع نسبة الأنسولين، نسبة مقاومة الجسم للأنسولين في الدم. الصيام أكثر من 14 ساعة في الإنسان العادي اللي ما عندوش سكر ولا عنده حاجة خالص، بيحوله لشبه واحد عنده سكر لمدة قصيرة.
المدة القصيرة دي لو كانت بعد العملية أو أثناء العملية بتسبب مشاكل بعد العملية. دي حاجة من 18 حاجة بنعملها نخلي المريض يتحرك بسرعة. أنا هقول لك على حاجة، أنا بنفسي في يمكن سنة 2000 سنة 2001 لما ابتديت أطبق الكلام ده في بريطانيا الناس كلها حربتني، بس أنا كنت بعمل إيه؟ كنت بعمل كوباية شاي للمريض في غرفة الإفاقة، لازم يشرب، فما فيش صيام بعد العملية برضه. المريض لازم يتحرك بعد العملية على طول. في المستشفى اللي أنا بشتغل فيها سنة 2004 سنة 2005 لغينا غرفة من الغرف وعملناها غرفة أكل ومحدش ياكل في سريره بعد العمليات الكبيرة مباشرة، يتمشى يروح ياكل بره. كل ده ممكن يحصل. ده بقى بيساعد إن المريض يعيش حياته طبيعية بسرعة والمدة طويلة إن شاء الله.